السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاكرين لما قلت لكم ان الانونيموس فانكشن ملهاش لازمة؟ اللي احنا هنعمله هو يعتبر جزء من الانونيموس فانكشن، ولكن هو جزء. تمام، اللي احنا هنعمله ايه هي؟ بصوا بقى، احنا قلنا زمان يعني من الفيديو اللي فات قلنا ان طريقة اويلر على الرغم انها طريقة حلوة وعرفنا ازاي نعمل تحويل ايكويشن بان احنا نقرأ ونحاول نقرأ الفروقات، هيكون في الامتحان النهائي ان شاء الله مقرر شوية معادلات بسيطة وانتوا تحولوا لي تساعدوني فيه، اتحولوا ان انتوا تحولوها لايكويشنات مكتوبة، هيكون اختيارات يعني ما تخافوش هحاول نساعدكم، وهيكون العكس. ليه؟ لان انا مهتم بتركيز كامل على النقطة دي، لان اغلب الناس اللي انا بشوفهم مبرمجين اغلب الناس اللي انا بشوفهم متخرجين من البرمجه بتاعت ماتلاب مشكلتهم تقع في احنا ازاي نحول. المهم تعالى نرجع ال ODE Ordinary Differential Equation، اعتقد كلنا عارفينها، واعتقد ان بتاع الرياضه اكتر ناس اتعرفوا من الكلمه من الثلاث حروف دول ODE. ليه؟ عندنا مثلا فانكشن، تعالوا نشوف امثله على ال ODE. مثال عايز اشوف كده مساله حلوه، يعني حاجه بسيطه. اوكي، هناخد الفانكشن ديت y ناقص 10. الحاجة الوحيدة اللي بتدخل مع ال ODE هي الفانكشن الانونيموس، هي دي الفانكشن الوحيدة التي تسمح مع ال ODE، وحتى ديت احنا ما بنكتبهاش كده. ليه؟ لان زي ما انتم شايفين دوت كود انا شغال عليه مع ناس، كود معادلات ميكانيكية، ف حوار ان انت تقولي معادلة ميكانيكية في سطر ده مستحيل، فاحنا بنكتبه في فانكشن خارجية وبنستدعي الفانكشن. فانكشن زي ما قلنا اوت اللي هي الاكس في اللي هي الواي في تلك الحالة، ونسميها اسم اي اسم اكس او اكس اوف of t x or x of t y بيساوي ناقص 10 في تي انت دوت فانكشن كنترول اس اكس او اكس، بس هنحطها فين؟ في الاف بتاعتنا. نقلي الاف ال ODE. ال ODE اكتر من سولفر، في 54 في 23 في 15 اس. 54 مختص مختص بالأدق، هو ده أفضل ODE، أفضل سولفر. ليه أفضل سولفر؟ لأنه دقيق، لكن مشكلة الدقة الثمن، فكل ما كانت معادلتك معاصلقة كل ما هياخد وقته بقى وبراحته. ممكن في ناس بتقول إنه ممكن توصل معاهم يوم واتنين، بس عن تقربة. لو لقيت الكود طول لوحده يبقى أنت أكيد غلطان. ال ODE 15 S ده أسوأ سولفر، سولفر ضعيف جدا، بس مش بنفس تارجت اويلر، لكن ميزته انه سريع طلقة في 3 ثواني يكون خلص العملية. ال ODE يمكن ان تعتبرها كفانكشن 4 كفانكشن 4 محددة. يا راجل انا بشتغل ال ODE. طب سمع
توكل. OTE 23 T, OTE 23, OTE 45, OTE 15 S. بص دوت اول حاجة تستخدمها ليه؟ لان هو تأخر طاقة. دوت يوم ما ايه يوم انت عايز تنجز، لان ال OTE 45 عمال ياخد وقت طويل قوي. احنا انا معظم اشخاص خالي بالاتنين دولت، OTE 15 S و OTE 45 دوت اللي انا بتعامل معاهم كتير. خلاص راحت عليك. حسين السدعي هيلب او تي اي احنا نعمل ايه على او تي اي 45؟ ما يطبق على او تي اي 45 يطبق على 23 يطبق على 15 اس. اول حاجة الفانكشن ات انونيموس فانكشن، يمكن ان تستدعيها ما بين على مدي تنصيص. ممكن صح. اسف الاوت، اول حاجة التايم في كل فترة زمنية طلعت ايه، الاوت الواي. طالما احنا معادلة واحدة في متخيل واحد فان الاوت واحد. ممكن يكون الاوت دوت ممكن يكون انا عايز اكتر من اوت، اتنين وتلاتة واربعة. هقول لكم ازاي تعملها. ال OTE function التلة اللي احنا كتبناها ال XOX، التايم سبان الفترة اللي احنا هيشتغل عليها تلة الوايل، الفترة اللي هتشتغل عليها تلة الفور، الفترة اللي هتشتغل عليها ال ODE من الدي نوت الى التايم، التايم الفعلي. الواي نوت هي القيم التي سوف يبدأ عندها الاكويشن. تعالوا نقرب. تي اوت ايكوال ODE 45 at XOX. هي دي الفايدة الوحيدة اللي انا عرفها للانونيموس فانكشن لو انت عايز تعمل ODE. لكن في خير كده انا افضل الانلاين والسيمز. التايم هيكون من الصفر الى اتنين. الواي نوت القيمة الابتدائية التي بدأنا بها هي الواحد. عشان كده نعم كده خمسة صفر لازم يكون في اسف في الفانكشن هتكون معرفة بتلتين، بالتايم والاوت. بلوت دي بالنسبة للاوت ديت الفانكشن بتاعت ناقص 10 تي. يبقى عايزين نكتب الفانكشن هنعرفها بالتايم ونعرفها بالواي، هنعرفها بالتايم وهنعرفها بالمتخيل اللي هيطلع لي. عايزين معادلة تانية واي واحد. بص هي الفانكشن اللي هتستخدم في هذا الشيء في الـ ODE دائما وابدا، وأركز على دائما وابدا هيكون اتنين. طب انا عايز ادخل اكتر من واحدة، اسمعوا بقى الخدعة دي. واي واحد بيساوي واي اوف واحد، واي اتنين بيساوي واي اوف اتنين. هي دي الخدعة الوحيدة عشان تطلع اكتر من متخيل. وطبعا زي ما انت بتطلع اكتر من متخيل لازم تدخل اكتر من متخيل. العملية مش سايبة 10 في دي. حلو. ونعمل سيف، نعمل او تي اي. بص ران اوت
ما عندكش ماتريكس دايمنشن اكسيدد، فنحط هنا واحد وواحد مثلا. بلوت دي وواي واحد اوت جميع الصفوف العمود الاول، ملاحظ انه التايم والاوت يطلعون على هيئة متكهات رأسية وليس افقية. خير كده ما صن دي واوت. ثانية لحظة اوي اهو متكهين يا ابني. اخ بجد على ما يبدو ان انا عملت خلطة. ثانية لحظة نخليها 10 عشان تبان، نخليها 5 كنترول اس ونعمل عرفت الخلطة. انا الواي لم تتخير، فبالتالي الواي نسينا نحط الاوت بتاع الواي، فالواي تساوي واي واحد واي اتنين. ده باقي الخدعة ان انت بعد كده تقوم تجمع كل الاوتس في هيئة فيكتور عواميد، ما ينفعش صفوف، لازم فيكتور عواميد. نعمل الران بتاعنا او ادقية مختلفة اخيرا. نعمل بلوت تعالى نقوم عشان نخليهم 10 سالب 10 مكعب 10 نتوز كنترول اس ونعمل ران ونعمل بلوت. هو دوت الاو دي اي ال 45 هو الاكثر دقة والاكثر طولا في الوقت، ال 15 اس هو الاقل دقة والاسرع. حدد على حسب احتياجاتك. بمعنى ادق، لو انت في مشروع تخرج او رسالة ماجستير او دكتوراه ما تعملش 45، اعملها 15 اس.